السلام عليكم أعزائي التلاميذ. في الحصة تاع اليوم إن شاء الله راح نحلو بكالوريا 2017 شعبة رياضيات ورياضي تقني الموضوع الثاني. إذا تبعوا معايا راه موجود في الشاشة. لتقدير عمر بعض الصخور يلجأ العلماء إلى طرائق وتقنيات مختلفة تعتمد أساسا على قانون تناقص الإشعاعي. من بين هذه التقنيات تقنية التأريخ بواسطة اليورانيوم. تتفكك أنوية اليورانيوم المشع تلقائيا وفق سلسلة من التفككات ألفا وبيتا موا، والتي تنمذج بالمعادلة التالية: أولا ألف، ما المقصود بألفا وبيتا موا؟ با، بتطبيق قانوني الانحفاض أوجد قيمتي العددين إكس و إغراك. ثانيا نفرض أن عينة صخرية تحتوي على اليورانيوم فقط لحظة تشكلها، أي عند تي تساوي صفر التي نعتبرها لحظة بداية التاريخ، وأن الرصاص بي بي 82206 الموجود في العينة ناتج عن تفكك اليورانيوم فقط. عند لحظة القياس تي أم تكون النسبة المئوية الكتلية للرصاص تساوي 31% من الكتلة الابتدائية لليورانيوم. بتطبيق قانون التناقص الإشعاعي أثبت أن كتلة الرصاص في العينة عند لحظة تي تعطى بالعلاقة التالية. طبعا هنا نعطيكم علاقة اللي هي أم بي بي عند لحظة تي تساوي 0.866 في كتلة الابتدائية لليورانيوم في 1 ناقص إكسبونانسيال ناقص لمدة تي، وهذا طبعا هذه أول مرة يمدو سؤال كما هذا. إذن ثالثا يمثل البيان الموضح في الشكل واحد تغيرات كتلة الرصاص المتشكل بدلالة الزمن، أي أم بي بي تساوي F لتي. اعتمادا على البيان أوجد ألف عدد أنوية اليورانيوم الابتدائية أن U0 في العينة المدروسة، با زمن نصف العمر تي أن دومي لليورانيوم، جيم عين بيانيا عمر العينة ثم تحقق حسابيا من النتيجة. رابعا وأخيرا فسر تواجد اليورانيوم في القشرة الأرضية إلى يومنا هذا. طبعا أعطيت لكم بعض المعطيات اللي هي عمر الأرض وعدد أفوغادرو. إذن هنا راحين نبدأ بأول سؤال، ألف ما المقصود بألفا وبيتا موا؟ إذن السؤال الأول، أولا ألف المقصود ب ألفا، إذن ما المقصود بألفا وبيتا موا؟ إذن ألفا ما المقصود بألفا؟ طبعا ألفا قلنا هي عبارة عن نواة الهيليوم اللي هي HE2 4، تصدر طبعا من الأنوية الثقيلة، معناتها اللي عندها العدد الكتلي A أكبر من 190. إذن ألفا هو عبارة عن نواة الهيليوم اللي هي HE2 4، وقلنا أنها تصدر من الأنوية الثقيلة، من أنوية الثقيلة ليكون العدد الكتلي تاعها أكبر من 190. الآن ما المقصود ببيتا موا؟ طبعا بيتا موا قلنا هو انبعاث الإلكترونات E-0، إذا انبعاث إلكترونات E-0 بحيث أن تتحول نيوترون، يتحول نيوترون إلى بروتون، معناتها عنده نيوترونات أكبر من بروتونات. إذن المقصود طبعا بيتا موا قلنا هو إلكترونات، أو عفوا انبعاث، يستحسن أن نقول انبعاث إلكترونات E-0 بحيث يتحول نيوترون إلى بروتون. إذن هذا هو تعريف بيتا موا. إذن هذه تعريفات بزاف سهلة، يعني ما تطلبش وقت كبير. إذن هذا هو المقصود بألفا وبيتا موا. ثم سؤال با، أوجد العددين إكس وإغراك. طبعا سؤال با إيجاد العددين إكس
إيغراك. حنا باش نوجدوا العددين اكس و إيغراك انا عرفنا واش معناتها الفا وعرفنا واش معناتها بيتا موان، معناتها نروحوا نعوضوا الفا بنوات الهيليوم ونعوضوا بيتا موان بالكترون موانزا زيرو. نعاودوا نكتبوا المعادله، اذا عندنا اليورانيوم 92238 تعطينا اكس في نواه الهيليوم اش او 24 زائد إيغراك او موانزا زيرو زائد بي بي الرصاص 82 206. طبعا هنا باش نوجدوا الاكس والايغراك لازم نستعملوا قانوني الانحفاض، اذا بتطبيق هذه لازم تكتبوها، اذا بتطبيق قانوني الانحفاض. شو معناتها قانون الانحفاض؟ اللي هو قانون صودي، اذا قانون صودي، اذا انحفاض انحفاض A معنتها عندي 238 تساوي X في 4 زائد Y في 0 اللي هو 0 زائد 206. إذا عندنا 238 تساوي 4X زائد طبعا 0 في Y 0 زائد 206، ومنه طبعا مباشرة نلقاو اكس تساوي 8. هذه تحلوا معادلة بسيطة. ثم انحفاض زد، اذا عندي 92 تساوي هنا عندك اكس في 2 معناتها 2 اكس، هنا عندنا ايغراك في ناقص 1 معناتها ناقص ايغراك طبعا، وهنا عندي 82 اذا زائد 82، ومنه نلقاو إغراك تساوي 6. إذن أنا لقينا الإكس والإغراك. نزيد نقرأ السؤال الثاني. إذن قلنا بفرض أن عينة صخرية تحتوي على اليورانيوم فقط لحظة تشكلها، على اليورانيوم فقط لحظة تشكلها. نقرأ مليح العبارة، معنتها العينة في البداية كانت تحتوي فقط على اليورانيوم ولم تكن تحتوي على الرصاص. إذن في البداية فقط عندنا عدد الأنوية الابتدائية لليورانيوم، إذن التي نعتبرها لحظة بداية التأريخ، وأن الرصاص بيبي الموجود في العينة ناتج عن تفكك اليورانيوم. اذا بعد مرور الزمن يعني باش يتشكلنا الرصاص. اذا عند لحظه القياس تي ام تكون النسبه المئويه الكتليه للرصاص تساوي 31% من الكتله الابتدائيه. اذا بتطبيق قانون التناقص الاشعاعي اثبت العلاقه التاليه، اذا هناك علاقه قلنا اول مره يمدوها في البكالوريا. اذا العلاقه هي اثبات العلاقة اللي هي كتلة الرصاص ام بي بي عند اللحظة تي تساوي 0.866 في كتلة اليورانيوم الابتدائية في 1 ناقص اكسبونونسيال لامدا تي. طبعا احنا هاد العلاقة باش نبرهن عليها لازم ننطلقوا طبعا مما يلي. اذا احنا نعلم انه قلنا في البداية عندنا في العينة كانت تحتوي فقط على اليورانيوم، يعني على اليورانيوم فقط ولا يوجد الرصاص. اذا لو لاحظنا في هذه المعادلة نقدر نكتبوا انه عدد الانوية لليورانيوم في الحالة الابتدائية، طبعا اليورانيوم مش حيصير له راح يتفكك. اذا لما يتفكك اليورانيوم راح ينتج لنا طبعا الرصاص. اذا اليورانيوم الابتدائي عدد الانويه لليورانيوم الابتدائيه تساوي ماذا؟ تساوي عدد الانويه يعني الناتجه. شكون هي عدد الانويه الناتجه؟ هي عدد الانويه المتفككه لليورانيوم. طبعا عدد الانويه المتفككه اللي هي الناتجه واللي هي تمثلنا عدد الانويه تاع الرصاص المتشكله طبعا، زائد عدد الانويه لليورانيوم المتبقيه، يعني اليورانيوم راح يتبقى. اذا نكتبوا طبعا عند تي يساوي الصفر لدينا فقط عدد الانويه لليورانيوم، هذا مهم جدا، يعني ما كانش عندنا الرصاص. وبالتالي نكتبوا عدد الانويه الابتدائيه لليورانيوم
ماذا تساوي؟ تساوي عدد، يعني نقدر نكتبوها اندي، قلنا بلي اندي هي عدد الانويه لليورانيوم المتفككه، ويمكن ان نكتبوها عدد الانويه للرصاص طبعا المتشكله، معناتها عند اللحظه تي، زائد عدد الانويه لليورانيوم المتبقيه طبعا عند اللحظه تي، مع العلم ان اليورانيوم المتبقي عباره عن ان زيرو لليورانيوم في الاكسبونونسيال مو لامدا تي. اذا نعوضوا، اذا نعوض، اذا تولي عندي ان يورانيوم ابتدائي تساوي، قلنا ان الرصاص في اللحظه تي، زائد ان زيرو طبعا لليورانيوم، عدد الانويه الابتدائيه لليورانيوم في الاكسبونونسيال مو لامدا تي. حنا واش نسحقوا منا؟ نسحقوا عدد الانويه للرصاص. اذا ومنه ان بي بي في اللحظه تي تساوي ان زيرو لليورانيوم ناقص ان زيرو اكسبونونسيال مو لامدا تي. اذا ان او زيرو ناقص ان او زيرو اكسبونونسيال مو لامدا تي. طبعا مش انا نلاحظوا هنا، لاحظوا انه عندي عامل مشترك نخرجوه. اذا ان بي بي عند اللحظه تي تساوي ان يورانيوم لحظه زيرو، حلو قوس يقعد هنايا واحد، ناقص اكسبونونسيال مو لامدا تي. اذا هنا عندي عدد الانويه تاع الرصاص يساوي عدد الانويه الابتدائيه لليورانيوم في واحد ناقص اكسبونونسيال مو لامدا تي. لكن لو لاحظنا هذه العلاقه فيها كتله الرصاص والكتله الابتدائيه لليورانيوم، معناتها ما عنديش عدد الانويه، لذلك يجب ان نحول عدد الانويه الى ماذا؟ الى كتله. اذا لازم نحول هذه العلاقه، اذا نحول هذه العلاقه كما يلي. اذا نعلم ان عدد الانويه، اذا لدينا طبعا نعاود نكتب العلاقه، قلنا عدد الانويه للرصاص عند اللحظه تي تساوي عدد الانويه الابتدائيه لليورانيوم في واحد ناقص اكسبونونسيال مو لامدا تي. قلنا هذا العدد الانويه لازم نعوضها بالكتله، اذا مع العلم انه عدد الانويه تساوي ماذا؟ الكتله على الكتله الموليه في ماذا؟ في عدد افوغادرو اللي هو ان ا. اذا نعوضوا ان بي بي بكتلة الرصاص بي بي على الكتلة المولية للرصاص طبعا في اللحظة تي، اذا تساوي ماذا؟ عفوا في عدد افوغادرو تساوي ماذا؟ تساوي قولي باش نكتبو عدد الانوية، نكتبو الكتلة. اذا الكتلة الابتدائية لليورانيوم على الكتلة المولية لليورانيوم في عدد افوغادرو في واحد ناقص اكسبونونسيال مو لامدا تي. اذا هذا واضح، عوضنا فقط عدد الانوية بهذا العبارة. اذا طبعا هذه العبارة هي مهمة بزاف، اذا لازم تكونوا عارفينها بزاف نخدموا بها. ثم الان ماذا تلاحظون؟ نختزل عدد افوغادرو مع عدد افوغادرو، ثم المطلوب منا ايجاد كتلة الرصاص. اذا ومنه كتلة الرصاص ام بي بي عند اللحظة تي تساوي هذه الكتلة المولية، راح نجيبوها لهنا. اذا تولي عندي كتلة المولية للرصاص على الكتلة المولية لليورانيوم في ماذا؟ في الكتلة الابتدائية لليورانيوم في واحد ناقص اكسبونونسيال مو لامدا تي. طبعا انا عندي الكتلة المولية للرصاص وعندي الكتلة المولية لليورانيوم، طبعا بالتعويض نجد اذا ام بي بي عند اللحظة تي الكتلة المولية للرصاص هي 206، الكتلة المولية لليورانيوم هي 238. إذن في كتلة اليورانيوم
في واحد ناقص إكسبونانسيال موان لامدا تي. إذا كي نحسبو 206 على طبعا على 238 راح نلقاو إذا أم بي بي في اللحظة تي تساوي حين نلقاو 0.866 في كتلة اليورانيوم في واحد ناقص إكسبونانسيال موان لامدا تي. إذا لاحظوا معايا مليح هذه العبارة هذه هي اللي طلبوها منا. إذا عبارة سهلة ماهيش صعيبة. إذا عندنا عبارة هذه راهي سهلة. الآن راح نشوفوا السؤال الآخر. إذا السؤال الآخر ثالثا يمثل البيان الموضح في الشكل واحد تغيرات كتلة الرصاص المتشكل دلالة الزمن. إذا البيان هذا إذا ثالثا الحين نرسمه هذا البيان رسم تخطيطي فقط. إذا عندنا هذا المنحنى ليمثل لي كتلة الرصاص كتلة بي بي طبعا بالجرام ودلالة الزمن طبعا حذاري هنا كاين مضروب في 10^9 اون ما نساوش هذا الوحدة. إذا المنحنى يكون بهذا الشكل وهذه القيمة طبعا راح نسحقوها اللي هي 9.7. إذا السؤال الأول اعتمادنا على البيان أوجد عدد أنوية اليورانيوم 238 ابتدائية في العينة المدروسة. إذا حساب إذن ألف حساب عدد الأنوية عدد الأنوية الابتدائية لليورانيوم طبعا اللي هي NU0. طبعا احنا نعرف انه عدد الانوية الابتدائية هي نفسها عدد الانوية للرصاص في الحالة النهائية. لماذا؟ قلنا انوية اليورانيوم اللي راح تتفكك راح تعطينا طبعا انوية الرصاص المتشكلة. طبعا احنا يا بما انه طلبوا منا عدد الانوية الابتدائية معنتها روحوا نحس ما عنديش معطيات على اليورانيوم معنتها لازم عليا نستعمل معطيات تاع الرصاص ولكن انا المنحنى تاعي راهو بدلاله الكتله معنتها لازم نحول عدد الانويه للرصاص بدلاله الكتله طبعا باستعمال قانون السابق. اذا عدد الانويه لليورانيوم تساوي اذا الان قلنا هي كتله الرصاص على الكتلة المولية للرصاص في عدد أفوغادرو. طبعا واش من الكتلة نستعمل؟ الكتلة النهائية هذه الكتلة هي 9.7. إذن ومنه أن اليورانيوم ابتدائي تساوي إذن الحين نعوضه. طبعا هنا عندي الكتلة هي 9.7 عدد أفوغادرو هو 6.02 في 10^23 على الكتلة المولية اللي هي 206 ومنه نجد عدد الأنوية الابتدائية لليورانيوم 2.83 في 10^22 نواة أو نوايو. إذن هذه هي القيمة اللي راح نلقاوها لعدد الأنوية الابتدائية لليورانيوم. الآن نشوف السؤال الآخر. إذن هذا بالنسبة لسؤال ألف. سؤال با عين زمن نصف العمر تي أن دوني طبعا لليورانيوم. إذن سؤال با تعيين زمن نصف العمر تي أن دوني. طبعا باش نلقاو تي ان دومي معناتها لازم نستعملو هذا المنحنى. يعني باش نستعملو المنحنى لازم نروحو نشوفو الكتله كتله بي بي. اذا لدينا عدد الانويه لليورانيوم قلنا عدد الانويه لليورانيوم عند تي ان دومي
هي عدد الأنوية لليورانيوم في اللحظة صفر على 2، هذه كلكم تعرفوها. إذن ولكن أنا على بالي أنه عدد الأنوية الابتدائية لليورانيوم هي نفسها عدد الأنوية للرصاص في الحالة النهائية، معناتها يساوي N PB للرصاص في الحالة النهائية قسمة 2. وعدد الأنوية للرصاص في الحالة النهائية لازم حنايا ما عندناش منحنى تاع عدد الأنوية، معناتها راحين نستعملوا الكتلة، وبالتالي كتلة اليورانيوم عن تي ان دومي تساوي طبعا كتلة اليورانيوم في الحالة الابتدائية قسمة 2، وتساوي كتلة الرصاص في الحالة النهائية قسمة 2. وحنا على بالي شحال تساوي كتلة الرصاص في الحالة النهائية، اذا هي 9.7 قسمة 2 وتساوي 4.85 غرام. اذا هذه نروحو نسقطوها، اذا طبعا 4.85 نحوسو عليها لهنا، نسقطوها راح نلقاو قيمة تي ان دومي مباشرة. اذا وبالاسقاط، اذا وبالاسقاط باسقاط هذه القيمة على المنحنى نجد تي ان دومي تساوي حوالي 4.5 في 10.9 اون. اذا هذه هي قيمة نصف العمر تي ان دومي. ثم نشوف السؤال اخر. اذا السؤال الرابع، عفوا قلنا با زمن نصف العمر، جيم سؤال جيم، عين بيانيا عمر العينة ثم تحقق حسابيا من هذه النتيجة. اذا تعيين عمر العينة، اذا جيم، اذا جيم تعيين عمر العينة. طبعا انا دائما في السؤال الثاني جيم تعيين عمر العينة، احنا قلنا بيانيا ثم حسابيا، اذا اولا بيانيا. طبعا نعاود نولي نروح نشوف التمرين، يعني نعاود نقرا الفقرة السابقة، شوفوا مليح معايا هذه الفقرة. عند لحظة القياس تي ام، طبعا قلنا عمر العينة معناتها لحظة تي ام، هنا اللي لازم نحوسوها. اذا عند لحظة القياس تي ام تكون النسبة المئوية الكتلية للرصاص تساوي 31% من الكتلة الابتدائية لليورانيوم. اذا هنا معناتها كي نقسم كتلة الرصاص عند اللحظة تي ام على كتلة اليورانيوم، معناتها كي نقسم كتلة الرصاص عند اللحظة تي ام على كتلة اليورانيوم الابتدائية راح نلقاو 31%. واش معناتها 31%؟ نقسموها على 100 معناتها 0.31. إذن هذا هو المقصود منها، يعني نسبة الرصاص في لحظة تي ام بالنسبة لليورانيوم هي 0.31، معناه كتلة الرصاص في اللحظة تي ام تساوي 0.31 في كتلة اليورانيوم الابتدائية. هذا واش معناتها؟ طبعا احنا كتلة اليورانيوم انا عندي نروح نعوض فقط، يعني كتلة الرصاص تساوي 0.31 في كتلة اليورانيوم، ولكن انا ما عنديش كتلة اليورانيوم، عندي عدد الانوية تاع اليورانيوم، معناتها نعوضها عدد الانوية لليورانيوم في اللحظة صفر في ماذا؟ في الكتلة المولية لليورانيوم على طبعا كتلة المولية، الكتلة المولية لليورانيوم على عدد افوغادرو. اذا انا عوضت الكتلة بما يساويه، لماذا؟ لانه عندي ان تساوي كتلة على الكتلة المولية في ان ا، اذا كي نجبد منا طبعا الكتلة تعطينا ان
في غران تام على ان ا. اذا الان نروح نعوض، عندي كل هذه المعلومات. اذا ام بي بي عند اللحظه تي ام تساوي اذا 0.31 في اذا عدد الانويه في اللحظه 0 قيناها 2. كم 2.83 في 10^22 في الكتلة المولية لليورانيوم اللي هي 238 على ان ا اللي هو 0.02 في 10^23. اذا ام بي بي في اللحظة تي ام تساوي 3.5 غرام بالتقريب. اذا في هذه الحالة واش نروحو نديرو لها؟ نروحو نسقطوها على المنحنى. اذا بالاسقاط، بالاسقاط على المنحنى نجد مباشرة ان تي ام تساوي بالتقريب 3 × 10^9 اون. اذا هذه رانا لقيناها بيانيا يعني ثم نروحو نحسبوها الان حسابيا. اذا الان حسابيا، طبعا حسابيا راح نستعملوا العلاقة اللي مدوها لنا في البداية يعني باش نبرهنوا عليها. هذيك العلاقة رايحين نستعملوها باش نلقاو هذا العمر. اذا العلاقة هي ماذا؟ اذا من العلاقة السابقة، اذا من العلاقة السابقة لدينا كتلة الرصاص، لان عندنا كتلة الرصاص في اللحظة تي ام الان تساوي، لازم نعوض التي بتي ام، تساوي 0.866 في الكتلة الابتدائية لليورانيوم في 1 × exponential μ λ τ. اذا الان نروح نجيب هذه كتلة اليورانيوم الابتدائية نحطها هنا، اذا تولي عندي ام بي بي في اللحظة تي ام نقسمها على كتلة الابتدائية لليورانيوم تساوي 0.866 في 1 × exponential μ λ τ. طبعا هنا ننشر هذه تعطينا 0. طبعا هنايا هذه كتلة، اذا هنايا هذه النسبة هذه ولا لاحظتوا هي عبارة عن ماذا؟ هي 31%، معنتها شحال؟ معنتها 0.31، هذه اللي عطاوها لنا في المعطيات، تساوي إذا قلنا نسبة تاع الرصاص بالنسبة للكتلة الابتدائية لليورانيوم هذه موجودة في التمرين اللي هي 0.31، وتساوي 0. أو نقدر نجيب مباشرة هذه، نجيبها هنا 0.866 باش تبقى لي هنا مباشرة 1 × exponential μ λ τ. ثم نروح نجيب، طبعا هنا قلت لكم كيفاش تحولوا العلاقة باش تدخلوا فيها الآلان باش ما نغلطوش في الإشارة. هذه نجيبها لهنا وهذه نديها لهي باش ما تغلطوش دائما. إذا تولي عندي exponential مو لم، طبعا هنا تي حذاري لا ننسى لحظة تي ام، في اللحظة تي ام ولمضة تي ام تساوي، اذا قلنا هذه نجيبها هنا وهذه نديها من هنا، معناتها يساوي 1 × 0.31 على 0.866. هنا نقدر ندخلو الآلان، اذا كي ندخل الآلان على هذه تعطينا -λ تي ام تساوي آلان 1 × 0.31 على 0.866. طبعا ومنه خرجوا من هنايا تي ام هي -1 على λ، اذا -1 على λ في ln 1 × 0.31 على 0.866، مع العلم ان لامدا يساوي ln 2/tn^2. معناتها نروح نعوض تولي عندي تي ام تساوي -tn^2 على ln 2، tn^2 على ln 2 في ln 1 × 0.31
على 0.866. طبعا هنا لما نعوض حنلقاو تي ام، اذا طبعا نعوضو تي ام تساوي ناقص 4 فاصل، اذا ناقص 4.5 في 10 اس في 10 اس 9 في 10 اس 9 على ln 2 في ln 1 ناقص طبعا القيمه هذه اللي هي 0.31 على 0.866. اذا راح نلقاو تي ام، تي ام تساوي بالتقريب 3.9 اون، اذا نفس النتيجه بالتقريب. اذا هنا انا حسبنا عمر العينه. روحوا نشوفوا سؤال اخر. اذا السؤال الاخر ماذا يقول؟ طبعا هنا السؤال هذا يعني سؤال اول مره كذلك نشوفه. اذا قلنا فسر تواجد اليورانيوم في القشره الارضيه الى يومنا هذا. اذا طبعا احنا نعلم ان عندما خلقت الارض الى يومنا هذا طبعا يقدر عمرها تقريبا ب 4.5 في 10 اس 9 اون يعني عام. ولحظة تشكل الأرض وجد اليورانيوم، معناتها اليورانيوم ملي خلقت الأرض، ملي ربي سبحانه خلق الأرض كان موجود في البداية. إذا طبعا أي استغرق طبعا اليورانيوم، زمن تناقص اليورانيوم هو نفس الزمن طبعا إلى يومنا هذا. ونعلم أن المدة الزمنية التي تستغرقها المادة المشعة التي لكي تنتهي هي حوالي تي يساوي يعني 7 مرات تي أندومي، 7 مرات زمن نصف العمر. يعني طبعا لو نقارن عمر الأرض مع مدة انتهائه نجد أن مدة التناقص أقل بكثير من المدة اللازمة لانتهائه، وهذا يدل على أن اليورانيوم ما زال موجودا إلى يومنا هذا. إذا هذا هو الجواب تاع هذا السؤال. إذا طبعا في الحصة المقبلة إن شاء الله راح نكمل حل تمارين طبعا للبكالوريا. إذا إلى حصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.